السلام عليكم. أماكن كتير تقدر تسحب منها العينة الشريانية، في الأصغر زي الريتيال والبراكيال، وفي الأكبر زي الفيمورال، وده بنلجأ له لو فشل الريتيال والبراكيال. بعد ما تقدم نفسك للمريض وتتعرف عليه بوسيلتين، جمع الأدوات في الكتني، افرش شيت أو مفرش، حط حاجة تحت الشيت لو الشريان عميق، حط إيد المريض على الكوبري. الإجراء 1- أفرك إيديك بكحول بنفس الخطوات دي. 2- ارتدي جلوفز. 3- التعقيم وجس الشريان اللي ناحية إصبع الإبهام، وبتحدد أقوى نبضة علشان نبدأ منها لناحية الجسم في نطاق 3 أصابع. 4- خد السرنجة بالإيد اليمين وامسكها زي القلم، واخلع الغطا بالشمال. 5- بزاوية قريبة من الزاوية دي بندخل في الشريان، مع مراعاة شقفة السن بتكون لفوق مع التدريج، بندخل في الشريان وبعدين بنقلل الزاوية أكتر وندخل. لو الإبرة ما قشرتش اسحب البلينجر وطلع سن الإبرة حاجة بسيطة، وابدأ عدل الزاوية يمين أو شمال على حسب ما انت حاسس بالشمال، وادخل هتلاقيها قشرت. 6- لو بسحب معامل كاملة بسحب بالبلينجر، أو ممكن أسيب البلينجر يطلع لوحده لو السرنجة متهبرنة أو فيها نقطة هيبرين. 7- بنحط قطنة على الإبرة واطلع بالإبرة. 8- اضغط على الشريان علشان يقفل وما يسربش تحت الجلد. 9- ارسل العينة تتحلل في خلال 10 دقايق. اتخلص من الإبرة في الصندوق الأصفر، ومن الجلافز والقطن والشيت في الأحمر. 10- اغسل ايديك وبعدين بص على مكان السحب. دي مقاطعنا السابقة، لا تنسى دعمنا في القناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائك ليستفاد الجميع. شكراً.